كل مناسبة كان هناك دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، في المساء، في دخول السوق، عندما يدخل إلى الخلاء، إذا عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يشتري، عندما كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان لها ذكر محدد، وهذا الذكر له أثر كبير، طيب ما هو دعاء الصباح أو ما هو الذكر الذي كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم؟ بعد ان يستيقظ من نومه او عندما يبدا الصباح، دعونا نتامل هذا الحديث العظيم ونتفكر في عجائبه ونحفظ هذا الدعاء معا ونحرص على تكراره كل يوم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل رقبه من ولد اسماعيل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي واذا قالها اذا امسى فمثل ذلك ما هذا العطاء عطاء نبوي عظيم جدا كم تاخذ معك من وقت لا إله إلا الله أربع كلمات هي ثانية واحدة ثانيتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له أربع كلمات له الملك وله الحمد أربع كلمات وهو على كل شيء قدير خمس كلمات كم المجموع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 12 وهو على كل شيء قدير سبعة عشرة كلمة بعدد الركعات التي فرضها الله في اليوم والليلة، 17. يعني أنا كم استغرق معي هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ ولا عشر ثواني. تخيل أن أن تقول فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخذت عشر حسنات، كل حسنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا تزول هذه الحسنة باقية. وحطت عنك عشر سيئات. قد تكون كل سيئة سببا في دخولك النار والعياذ بالله الله يحطها عنك ويمحوها من صحيفتك طيب هذا العمل كانك اعتقت رقبه مثل سيدنا اسماعيل يعني تخيل اسماعيل عليه السلام وهو النبي الكريم وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن ابراهيم خليل الرحمن اسماعيل الذي بنى الكعبه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تخيل أنك يكون عندك عبد بنفس مستوى إيمان سيدنا إسماعيل هي هات أن يصل له بشر ولكن هنا فقط النبي يريد أن يقول لك إن هذه هذا الذكر عظيم جدا تخيل أن عندك عبد وأطلقته أعطيته حريته عبد على مستوى عالي من التقوى والإيمان كم تأخذ من أجر؟ هذا الذكر هو تحصين حرز لك من الشيطان حتى تمسي، يعني انظر من رحمه النبي انه كان حريصا على ان يحصننا بوضع هذا الحرز اي الحاجز الذي يحميك من شر الشيطان، كانما وضعت حاجز لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه العباره، هذا الذكر فيه معاني عظيمه جدا. كلما دققت فيه وتفكرت فيه وتدبرت عظمه هذا الذكر تاخذ حسنات اكثر ويغير حياتك اكثر، لماذا؟ اول شيء اخي الحبيب هذا الذكر يتضمن كل شيء، لا اله الا الله هذا اعتراف منك انه لا خالق الا الله. ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله ولا يصرف الضر الا الله ولا ينفعك الا الله لا اله الا الله عباره مريحه للقلب تجعلك تستغني عن عباد الله تستغني عن الخلق وتتمسك بالخالق العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له هذا تاكيد على وحدانيه الله وانه لا شريك له في الملك ولا في الرزق ولا في الضر ولا في النفع، لا تظن ان احدا يستطيع ان يضرك الا بشيء واحد فقط هو ما قدره وكتبه الله عليك. لا تقل انا لو انا خائف من فلان لان فلان قد يؤذيني، لا اخي الحبيب. هذا الانسان الذي يؤذيك لا يؤذيك الا بامر الله، وبشيء مكتوب عليك اصلا، فاطمئن ما دمت انت على حق، ما دمت انت مع الله، مع الملك، فلا تقلق ولا تحزن. ولا تخشى احدا الا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية أخي الحبيب عظيمة جدا مريحة للقلب مريحة للعقل تريحك في هذه الدنيا المظلمة لذلك هنا كلما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل مرة تقولها يجب أن تترسخ في داخلك عقيده قويه جدا انه لا يضر ولا ينفع الا الله، ترتاح في الدنيا، ثم عندما تقول له الملك وله الحمد فنحن ملك لله، انت ملك لله، له الملك وله الحمد، والحمد لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، لا تظن ان احدا يستطيع ان يتفضل عليك بنعمه الا باذن الله وبما قدره الله لك، وبالتالي الحمد اساسا هو لله. ولكن أنت تشكر فلان لأنه كان سببا سخره الله لييسر لك هذا العمل أو هذا الرزق أو هذا الشيء يعني هذه الحاجة التي أنت تريدها له الملك وله الحمد وهنا تختم وهو على كل شيء قدير لا تتخيل حدود قدرة الله لا تستطيع أن تتخيلها الله قادر على كل شيء إذا اشتد بك المرض اعلم أن الله قادر أن يشفيك ولكن يؤخر الشفاء لمصلحتك. إذا كنت تعاني من مشكلة في بيتك مع أولادك، مع أهلك، مع زوجتك، مع قريب لك، في عملك، في دراستك يجب أن تعتقد أن الله قادر على كل شيء قادر أن يحل مشكلتك ولكن كما قلت لك الله يعلم الخير يعلم ما يحقق مصلحتك فيؤخر أحيانا الإجابة لحكمة هو يعلمها إذا أخي الحبيب أحفظ معي هذا الذكر طبعا معظمنا تصور أنه يحفظه ولكن ينسى ينسى أن يردده في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على الأقل قله مرة واحدة طبعا كل ما كررته أكثر تأخذ حسنات أكثر ومنازل أعلى عند الله ويصرف عنك الله به شر الشيطان وشر الحاسدين وشر الذنوب وشر المعاصي وشر الانحراف أو الضلال فلذلك أخي الحبيب احرص يعني أول ما تستيقظ من نومك بدلاً من أن تمسك الموبايل وتنظر من أرسل لي ماذا كذا؟ ما هو الجديد؟ لا لا، انتظر قليلا ابدأ يومك بهذه بهذا الدعاء المهم الذي يريح القلب، عندما تستيقظ من النوم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتكرر هذا الذكر العظيم، سوف تشعر براحة نفسية تغيب عن الدنيا ومشاكلها لان اليوم اصبحنا اخي الحبيب قبل ان ننام منشغلون بالاخبار وغير ذلك والرسائل والاصدقاء والصور والكذا وعندما نستيقظ لذلك فقدنا السعاده كثير من الناس يقول انا لا اشعر بالسعاده هذا هو السبب ابعد هموم الدنيا ومشاغل الدنيا عنك والتزم ب أذكار النبي عليه الصلاة والسلام في المساء قبل أن تنام قل هذا الذكر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكي يكون لك حرزا وحصنا وحماية من الشيطان خلال الليل لأن الإنسان في الليل لا يدري ما يصيبه لا يدري كيف يطغيه الشيطان كيف يوسوس له الشيطان فهذا الذكر حرز لك من الشيطان وبالتالي دعونا نعيد قراءه الحديث الشريف ونختم به ونحرص على هذا الذكر العظيم لنغير حياتنا نحو الافضل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات وكانت له عدل رقبه من ولد اسماعيل وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي واذا قالها اذا امسى فمثل ذلك اي يحقق الله له مثل هذا العطاء يحط عنك عشر سيئات، يعطيك عشر حسنات، يكتب لك اجر عتق رقبه من ولد اسماعيل، من ولد ابراهيم عليه السلام، ويعتقك من النار ويحصنك من الشيطان، نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وان يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.